عدنا والعود أحمد. بادئ ذي بدء، قبل أن نخوض في الموضوع اللي غادي نطرق ليه اليوم، نحييكم بتحية الإسلام وتحية الإسلام السلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كما لا يفوتني دائما أن أشكر وأحيي عاليا كل من ساندنا ودعمنا ووقف إلى جانبنا منذ سنتين تقريبا في وقت محنتنا، نحييهم عاليا ونرفع لهم دائما شارة النصر عالية، ونرفع لهم أيضا القبة عالية. عفوا. إذن دائما سنستمر وبقوة، ولن نتراجع إلى الخلف في قيد أنملة أبدا. إيماننا قوي وراسخ بأننا أصحاب حق، وحقنا سنسترجع أحب من أحب أو كره من كره، ومهما كانت التبعات، مهما كان ومهما كلفنا، سنسترجع حقوقنا المسلوبة قهرا وظلما وجورا. لن نسمح أبدا أن يؤخذ منا حقنا المشروع، تؤخذ منا ترقيتنا في واضحة النهار، وتمنح للأتباع لمن قاموا بتهجينهم من أجل الجعل منهم ضحايا لمن يسمون أنفسهم ضحايا النظامين 2003-85، وما هم بضحايا، ولكن خيل إليهم. أنهم فعلا كو كانوا ضحايا ما كانوش غادي يقبلوا بعد 7 سنين هما في الاحتجاج بسنوات اعتبارية لا تسمن ولا تغني، سنوات اعتبارية جوفاء استفاد منها فقط المتقاعدين الذين تمت ترقيتهم، حتى المزاولين الذين كانوا هم المستهدفون، لأن الأغلبية ديالهم هم اللي توظفوا من 80 ل 86، وهذه الفئة هي اللي كانت أصلا مستهدفة، هم اللي فقط ترقوا غير 2 مرات بعد 37 سنة ديال العمل، ومنهم من تقاعد قبل ولم يترقى سوى مرة واحدة في حياته، توظف بالسلم الثامن تقاعد بالسلم التاسع. هذه هي الفئات اللي كانت مستهدفة صدقوا هما اللي إما تقساو، اللي باقي مزاول منهم
بعد 2019 تبارى بنقطه، بقات يتبارى بالنقط ديالو حتى ترقى بالتسقيف. إذن أي إنصاف ولا أي حل هذا ديال ضحايا النظامين؟ أنا من تنقولوا ضحايا فالدولة والإدارة تولي مجبرة باش دير الإنصاف والمصالحة، مثل ما داروا بالنسبة للضحايا الإنصاف والمصالحة في 2000. كل من أثبت أنه يتوفر على الشروط تم إنصافه بدون قيد أو شرط. لكن هذا الملف بما أنهم كانوا يعرفون جيدا هذو اللي سموه رسوم ضحايا، عارفين برسوم ماشي هم للضحايا، فما صدقوا حتى أعطوهم هذاك الحل ديال السنوات الاعتبارية، السنوات الاعتبارية اللي استفاد منها فقط الذين كانوا يوجهون إلى هذاك الحل اللي كان في الخدمة ديالهم. المتقاعدين اللي كانوا واخا تقاعدوا بقاو هما اللي تيسيروا، يعني اللجان، اللجنة أو الجمعية اللي تتمثل من يسمون أنفسهم ضحايا النظامين، هما اللي تيتكلموا بالاسم ديالهم، هما اللي تيتفاوضوا بالاسم ديالهم، هما اللي تيقروا بالاسم ديالهم. إذن هنا أعرج، لأوضح إلى السيد شكيب بن موسى وإلى المصالح الإدارية ومن يشرفون عنها، وإلى التمثيلية النقابية، وإلى الضحايا أنفسهم. أقوم بالتذكير فقط، عفوا، قوم بالتذكير فقط. وأضيف أن من يجي الحل ونزل بهذاك المرسوم اللي صدر في 10 جوان 2019 وبدأ التنزيل ديالو 26 جوان 2019 وصدرت اللوائح نهار 14 أكتوبر 2019، فالجميع أولا اتفقوا بأن الجميع كان موافق على هذاك الحل اللي جا به المرسوم جوج 19504. الجميع نقبات بالستة وقعت في الاتفاق ديال 25 أكتوبر 2016 على التاريخ المرجعي ديال 1/1/2016 باش يكون تاريخ مفعول مالي وإداري. إذا أي واحد قاعد قبل من هذا التاريخ كان مقصيا جملة وتفصيلا إلى غاية 2003. باش ما نكونش واحد التغليط يقول لك شي واحد حنا ما كناش متفقين على هذاك الحل اللي جا به المرسوم جوج 19504 اللي الان كل شيء ولاو تيقول لك حنا بغينا التعديل ديال هذاك المرسوم الى اخره.
خصنا نعرفوا شكون الفئة اللي خص اللي من حقها الطالب بالتعديل هذاك المرسوم او اصدار مرسوم اخر تعديلي، واللي يكون كيما يكون مهيمن صف، نشوفوا شكون اي من هي الفئة اللي من حقها الان بقت عندها الحق الطالب، والفئة اللي ما بقاش عندها نهائيا باش الطالب. باش نكونوا فاهمين، اذا ما يجيش شي واحد يقول لي بان هذاك الحل اللي جاب ليه المرسوم 19504 ما كناش فاهمين عليه. خليها ليا، ان راه مباشره من صدرت اللوائح خرجوا تاني تيقول لك حنا باقيين عندنا ضحايا، ما ضحايا ضحايا الضحايا، ما تبقى من الضحايا، فهذاك ضحك على الدقون، ضحك على الدقون، ولف ودوران، لأنكم مكنتوش تتعرفوا بأننا سنصل إلى الوزير، وغادي نوصلوا حتى الرئيس الحكومة، وغادي نوصلوا حتى الوزير المالية، وغادي نوصلوا المظلومية ديالنا داخل المغرب وخارج المغرب. مكنتوش متوقعينها، ولا الضحايا أنفسهم. مزيان، اذا هذاك الحل اللي جا في 2019، وفي 2018 باقي عاقل، في غشت 2018 خديتو الموافقة، الموافقة من الضحايا انفسهم، لان المناقبات يعني باش نكونوا صريحين وللأمانة، أن النقابات اللي كانوا يعني تتفاوضوا، خصوصا النقابة اللي كانت متبنية الملف يعني بالصفة رسمية اللي تبنته من 2012 أصلا، ومن تبناته خدات غير المزاولين فقط، وأبعدت واستثنت متقاعدين على أساس أن المتقاعدين ما بقاش من حقهم يترقاو، ما بقاش أثر ترقيب أثر رجعي من إيجاب كيران وقفها في 2012، وقف حتى ولو تكون مستوفي الشروط ما بقاش عندك الحق ما قبل 2012، اللي تقاعد من يشدوا في 2012 شدوا المزاولين على اساس ان الترقية من حق المزاول النشيط وليس من حق المتقاعد. هذه تفهمنا عليها، ولو يكون يعني مستوفي الشروط هما يعني قاموا بإقصائه، وبقات الإدارة والحكومة والنقابات هي كشريك، يعني اللي اتفقت عليه الإدارة، نهضروا على الإدارة، هي اللي تكون كمحدد، هي اللي تتحدد الطريقة التي تعالجوا بها الملفات. خذوا القرار أن اللي تقاعد قبل من 2012 حتى ولو يكون مستوفي الشروط النظامية ما يترقاش، ما بقاش مقبول، اللي باقي خدام أكتيف، اللي باقي أكتيف هو اللي يترقى. وبقاو من 2012 يعني اي متقاعد تتقاعد تتخلصوا منه، اي فوج قول له هما داكشي علاش تيعطلوا يعني تنزيل الحل، هو ان اي فوج تتقاعد تتخلصوا منه، اي واحد توفى تتخلصوا منه. بقاو جايين بالحل ما تحلش الملف تل 2016، 2016 يعني قاموا بتقسيم هذيك الضحايا، ما يسمون انفسهم ضحايا النظامين، تخلصوا تاني من المتقاعدين، وبقى فقط المزاولين تاني.
كيما تخلصوا معنا من احنا في 2012، تخلصوا منهم توا، جا واحد اخر جديد بوعيته بالرمادي وتخلص من المتقاعدين، بقوا غير المزاولين من 2016. كانوا على اساس ان في 2016 غادي تحل الملف اللي كان يعني الوزير ديك الساعه بالمختار، وفعلا دار اتفاق ديال 25 اكتوبر 2016 وتحدد بواحد واحد 2016 هو من غادي يبداو اللي تقاعد قبل منه ما كاينش نهائيا، ما تحلش في 2016، تخلصوا من 2016 فوجئ 2016، ما تحلش في 2017 تخلصوا من 2017. 2018 غشت 2018 جوهم النقابات جمعوهم، جمعتهم هذيك النقابة كانت تتبنى الملف وأصرت بأنهم خصهم يوافقوا قبل من 31/8/2018، قبل ما يخرجوا تقاعد باش ما يدافوش حتى هما كفوج آخر وتولوا يعني تيداقوا عليهم تاهم. وتمت الموافقة النهائية لأن النقابات ما كانش تتخذ القرار من تلقاء نفسها، دائما كانت تترجع لهذوك اللي تيمثلوا الضحايا، هما اللي الضحايا وهذوك اللي تيكونوا تيمثلوهم هما اللي تيعطوهم الموافقة المبدئية والنهائية، عطوهم الموافقة، الضحايا كلهم وافقوا اللي تقاعدوا من بعد 2016 16 وما بعد. مهم كانوا أطراف متدخلة مؤثرة إلى آخره، وكانوا فقط غادي يرقوا غير المزاولين من 2019، ولاو محتفظين بتاريخ المرجعية ديال 1/1/2016، وتم وقف الحل النهائي، ولا غيرقوا غير من 2016 وما بعد، ولا الترقية ديال المتقاعدين بأثر الرجعي ابتداء من 1/1/2016. لما قبل 2016 بقاو حوالي شي 300 بقاو تيتناطحوا تمايا تيديروا، المهم دخلوا تاني من بعد وعاودوا تاني بقاو تيترافعوا حتى وصلوا لذاك الحل ديال 2012 كما جاء على لسان السيد الوزير، بأنه قال لك بأنه هما قالوا لي أن الملف بدأ من 2012 وبقات أربعة الأفواج وقمنا بترقيتها وعطيناها يوم قبل. مين يقول لك يوم قبل؟ يعني راها كانت مقصية، وخا كانت مقصية راه عطاوهم يوم قبل وعطاوهم سنوات اعتبارية وحينوا لهم الوضعية الإدارية ديالهم، حتى اللي عنده عامين في السلم العاشر تا هو حينوا له الوضعية الإدارية ديالو وعطاوه السنوات الاعتبارية 4 سنين اعتباري، وهذاك الحل كان سنوات اعتبارية ارضوا به قبلوا به بغوا. اذا كل شيء وافق على هذاك الحل اللي جا به المرسوم جوج 19504 باش ننتهوا من هذه، وافقوا عليه ضحايا الاصليين قسوهم ما قبل 2012 ما اعترفوش بهم، كاينينش في الخريطة نهائيا، ما كاينش علم على الوزير، الوزير هو الوحيد اللي ما عندوش علم بما قبل 2012 اللي تقاعدوا ما قبل 2012، الاخرين على علم ولكن نكروا ليهم ما عرفوهمش ما عقلوش عليهم نهائيا. بالنسبه لهم 2012 من 2000 اللي تقاعد من 2012 حتى 2015 واللي تقاعد من 2016 وما بعد كلهم وافقوا على هذاك الحل، ما فرضوا عليهم حتى واحد واحد، ما فرضوا عليهم ما اللي قبلوا به. حتى هادو اللي تقاعدوا من بعد 2017 اللي تيقول لك عاود رجعوا تاني تيقول لك بان احنا متضررين من الاصلاح المقياسي الى اخره، في 2019 عارفين الاصلاح المقياسي كاين في 2011 في 2017 داروا الاستسماسيون شحال غيبقى لهم
او قبلوا بداك الشيء اللي هي كانت يهمهم انهم يترقوا السلم الحادي عشر، ترقوا وانتهى الكلام. وبالنسبة لهم داك الشيء علاش من خرجت النتائج خرج الناطق الرسمي الخلفي وصرح صراحة بأن الملف ديال ضحايا النظامين تم طيه نهائيا. رئيس الحكومة صرح وفي قبة البرلمان بأنه بالنسبة ليه راه الملف ديال من يسمون أنفسهم ضحايا النظامين تم طيه نهائيا. أمزازي نفس الشيء تم طيه نهائيا. وبناء على الاقتراحات وعلى الموافقة ديال الضحايا وكل شيء وافق. إذن هادوك اللي وافقوا الضحايا هادو اللي كانوا متقاعدين من 2012 حتى 2018 والمقبلون على التقاعد من بعد، أي واحد استفد من هذاك المرسوم اللي هو اللي وافق عليه فما بقاش عنده الحق نهائيا وبصفة نهائية. وليكن في علم السيد بن شاكيب موسى بن موسى شاكيب بن موسى شاكيب أن أي واحد استفد من المرسوم من هذاك الشيء اللي هو وافق عليه، وافق على هذيك السنوات الاعتبارية فقط، وابغى هذاك الحل محض الإرادة ديالو ووافق عليه وعطى الموافقة وتم المصادقة على هذيك الموافقة وتمنحت سنوات اعتبارية وتحينت الوضعية الإدارية واللي كمل 10 سنين داز واللي ما كملش 10 سنين بقى، رغم ان ما كانش عندهم الحق لانهم ما كانوش مستوفين الشروط قبل ما يتقاعدوا ودوزوا المتقاعدين بقى الرجعي من 2016 ثم من 2012، فما بقاش عندهم هذه الفئة اللي استفدت ووافقت على ذاك المرسوم حتى تم اصداره وتنزيله، ما بقاش عندهم الحق نهائيا باش يطالبوا بشي تعديل ولا بشي حاجة اخرى نهائيا. إذن اللي من حقهم يطالبوا بالإنصاف وبتعديل أو إصدار مرسوم جديد من أجل إنصافهم فهم الضحايا الأصليين اللي تتوفر فيهم نفس الشروط، تهم تخوطوا بالسابع وبالثامن، تم إحصاؤهم من 72 حتى 86 وتقاعدوا سواء بالسلم التاسع أو بالسلم العاشر أو بالسلم الثامن لا يهم، لأنهم تتوفر فيهم نفس الشروط. ولم يتم إدماجهم في هذاك المرسوم وتقاعدوا من 2003 تصاعدا إلى ما تم 2011، لأنهم بكل بساطة لم يشاركوا في هذاك الحل ولم يوافقوا على هذاك الحل ولم تكن لهم أي دخل في هذاك الحل. فنحن نحتج ونعارض هذاك الحل، عارضناه، لأن حتى من تجي تبغي تحفظ شي بلاد فراه مش تبان عندك، ربما تكون عام ونص عام ونهار لي عندك الحق باش يحفظوها ليك، لا ظهر شي معارض
في تعرض الى هذيك البقعه او هذيك الارض اللي بغيت تتحفظ، فيتم توقيف هذاك الشيء، لان نحن خرجنا كمعارضين وعارضنا، قدمنا التعرض ديالنا في الوقت يعني القانوني. قدمنا الطعون ديالنا في الوقت القانوني وأوصلنا المظلومية إلى السيد الوزير، فنحن فقط اللي عندنا الحق باش نكونوا كضحايا للنظامين هذوك 2003-85. وفعلا أوصلنا المظلومية واعترف بها السيد الوزير أمزازي السعيد وزير السابق، ولقى فعلا هناك لوائح ديال المتقاعدين اللي تقاعدوا من 2003 2004 2005، اللي كانوا أصلا اللوائح ديالهم مترقين استثنائيا وبالمادة 112 وخصهم يترقاو، ورغم ذلك كانوا تحججوا بالسيولة المالية وطبقوا فيهم الكوطة وتقاعدوا بسلالي من دنيا التاسع وما دون. أن من باغي ترقي أنت متقاعدين فخصك تسبق للي مترقين اللوائح ديالهم صادرة بالترقي قبل ما يتحدفوا من الأسلاك، تلقوك فتحتي باب ترقي بأطر رجعي ورقيتي متقاعدين ما كانوش مستوفين الشروط النظامية وما كانوش مقيدين جداول الترقي قبل ما يتحالوا على التقاعد قبل ما يتحدفوا من الأسلاك. إذا ما نبقاوش نديرو يعني مغالطات، فأي واحد قبل بهذاك الحل وقبل بالسنوات الاعتبارية ومنحت له السنوات الاعتبارية، تحينت الوضعية الإدارية ديالو، يترقى أو ما يترقاش مبقاش عنده الحق باش يطالب بشي حاجة أخرى نهائيا، واللي يقول راسو بأنه ضحية ولا ما ضحية. الضحايا فقط هم الذين تم إقصاؤهم وتغييبهم وحجب لوائحهم على المسؤول الأول والوصي على القطاع الأول آنذاك الوزير أمزازي سعيد. ذوك هما اللي باقين من حقهم يقولوا ضحايا النظامين، باقي من حقهم يعني يطالبون بالإنصاف ديالهم بالترقية ديالهم وبالحق ديالهم المشروع في الترقي. أما ما دون ذلك فما بقاش قانونا وشرعا وكل شيء اللي بغيتو وأخلاقيا وإلى آخره، فما بقاش عندهم الحق باش يذكروا روسهم بأنهم ضحايا سواء ديال النظامين سواء ديال المرسوم جوز 19504. وأي واحد أي كان تيمشي في هذا المنحة فهو يضلل الوزير الوصي على القطاع، ويريد أن يستحوذ على شيء ماشي من حقه. فكفانا تغليطا وكافان استهزاء بالحقوق، كفاءنا استهزاء بالحقوق. ناهيك عن الفئة اللي من حقها هي الأولى طالب بالحق ديالها، هم كل واحد تقاعد بالسلم التاسع ولم يتم إنصافه.
الحقيقة المغيبة عن الوزير أنه كون عرف بأن باقين متقاعدين بالسلم التاسع أو بالسلم الثامن ما كانش غادي يبدأ في الترقية من السلم العاشر إلى السلم الحادي عشر. كيفاش تتحسب أنت واحد في العاشر سي 6500 درهم وحسبوه بأنه ضحية وجبروا ليه الضرر وداروا معاه كل شيء هادشي ورقعوه، واللي متقاعد بالتاسع ولا بالثامن وتيشد 2500 درهم ولا 2000 درهم، يعني من هو الضحية الأصلي؟ من هو المتضرر اللي جد متضرر؟ إذا الدولة أو الإدارة اللي بغات تنصف راه تتنصف للجد المتضررين. كل وزير عارف بأن راه باقي المتقاعدين تيشدوا 2500 درهم بعد 42 سنة، راه كان غادي ينصف هادو من الأولين. ما غادي ينصفش اللي عندهم العاشر ودازوا ربعة المرات وهذيك الساعة يشدوا 6500 درهم، ورغم ذلك تيشدوا 6500 درهم ونصفهم ووصلوهم ل 1200 درهم ولا مليون الفهم. إذا نكون عارف بأن راه باقيين متقاعدين في السلم التاسع وتيشدوا 2500 درهم ولا أقل، كان غادي ينصف هذوك السلم التاسع هما الأولين. ولكن انتوما حجبتوا الحقيقة وجدتوا لي 4600 ديال السلم التاسع اللي يلاه توظفوا في 2012 2013 يلاه تخرجوا بالتاسع وقدمتهم بأنهم هادو هما اللي بقاو من ضحايا النظام، وداك الشيء علاش دوزهم كاملين. إذا هذه الأخطاء الجسيمة والتلاعب والحراميات اللي كل شيء ساهم فيه، لأنه تسترتم أن تلوموا احنا على النقابات وعلى المصالح الاداريه، تسترتم اللي جاي الان تيقول لك الانصاف غادي الاساتذه غادي يولوا لاباس عليهم وغادي يديروا. اش قدمتي انتوما يا لهذوك اللي كانوا النواة ديال التعليم وديال المصالح ديال الاحزاب والنقابات وكل شيء قدمتوا لهم، حتى اللوائح ديالهم احجبتهم على الوزير. اذا هذاك الشيء اللي درتوه معهم زازي، نتمنى صادقين ما تكروش مع السي بن موسى، لاننا ما غنسكتوش لكم وما غنسكتو لتا شي واحد، ما غنسكتو حنا، انا بالضبط ما غنسكت لتا شي واحد نهار اللي غادي نعرف كاينه شي حاجه. اما خليكم مع روسكم مع دوك المتخاذلين فليذهبوا الى مزبله التاريخ، انا ما نتفكش معكم وما غنعقل على حتى واحد من الصغير حتى للكبير، وغير خرج فيكم لا عقلت على شي حد نهائيا. نطلبوا من الله ما نوصلوش لهذيك الوقت. وتحية نضالية وضحايا الزنزانة التاسعة المادة 112 اللوائح ديالهم مترقين، هادو هما الاولين كان خاصهم يدوزو، وخاص السي بن موسى يعرف هاد الشي جيدا. ما غادي نقولش اكثر. اما الازلام هزكم الماء وضربكم الضو وداز فيكم تي جي في، يلا دورة 120.